السلام عليكم، اسمي فارس هاني التركي، درست في جامعة الملك عبد العزيز قسم الهندسة الصناعية، اتخرجت بعدين رحت بريطانيا كملت ماجستير إدارة أعمال، وبعدها أخذت دبلوم في القيادة من لندن بيزنس سكول، متزوج عندي رعد وجود ونجود، وكاتب اقتصادي في بعض الصحف المحلية. بدأت قصتي في الفطور بشكل معاكس، يعني أنا في الأساس كنت ما أفطر، وبعدين تعرضت لوعكة صحية، الدكتور قال لي لازم تفطر، بدأت أفطر في البيت، بعد كده صرت أفطر برا البيت، إلين ما صرت يعني مشهور في تويتر إن كل يوم الصباح أكتب تغريدة عن الفطور. بعد كده تطور الموضوع أكثر، صاروا الناس يسألوني فين فطور فارس هذا، لأن أنا كنت دائما أحط الهاشتاج هاشتاج فطور فارس. فبعدين قلت لهم هذا ما هو مطعم، هذا بس فطوري الشخصي في الأماكن المختلفة. لما صار يتكرر السؤال قمت عملت دراسة جدوى، الموضوع عجبني صراحة، عملت دراسة جدوى واكتشفت انه في نقص شديد جدا في محلات الفطور في البلد، وقررنا بسم الله انه نعمل المشروع بكل بساطه كده. الصعوبات يعني في البدايه ما كنت عارفها ابدا يعني، وكنت مبسط الموضوع بطريقه جدا كبيره، بس بدات لما في المشروع بدات اشوف الصعوبات. اولها كان انه ما عندي خبره في المجال الفود والاطعمه هذا، وثاني شيء انه اهلي قالوا لي انه انت من جدك تبغى تخش يعني في هذا المجال وتفتح محل وانت يعني شغال في وظيفة كويسة ومبسوط ومرتاح، ليش التعب؟ فكانت صعوبات بسيطة في البداية، بس كل ما كنت بمشي في طريق كل ما كنت بكتشف ان الصعوبات اكبر من ما كنت متخيل. اللي مصبرني على التعب انه انا عندي طموح وعندي حلم، وابغى اثبت للناس انه الشباب السعودي قادر على عمل شيء مرتب، شيء جودته عالية، شعور الثقة بالنفس يعني فرق كبير جدا لما انت تيجي اخر شهر تستلم راتب مهما كان هذا الراتب عالي، وفي فرق بين انك انت تدفع رواتب تكون سبب ربنا يخليك سبب انك انت تدفع رواتب لعشرين ثلاثين شخص، تكون الاحساس بانك انت عضو فعال في المجتمع، بنيت شيء حتى لو شيء بسيط يا ربنا يفتح عليك وتوسعه، شعور لا يوصف. موضوع توظيف السعوديين هذا كثير أسأل عنه، لكن انا احس انه مهما كان السعودي بس غير ملتزم او مقصر او ما عنده خبره، نحن من واجبنا ان احنا ندعم بعض، لازم نصبر السعودي، لازم ندربه، لازم نكون بجنبه الين ما يوصل لدرجه عاليه جدا من الاحترافيه في العمل في جميع المجالات. خططي المستقبليه يعني بعضها اعلنا عنها وبعضها ما اعلنا عنها، لكن طموحنا جدا كبير في فطور فارس، وان شاء الله نبغى نفتح فرع ثاني في شمال جده، عندنا افكار جديده لعمل منتجات جديده، نبغى نكون يعني مبدعين في وصفاتنا في اكلاتنا، نبغى دائما نطور من خدمتنا، وان شاء الله يكون يعني فطور فارس يعني عند حسن ظن الجميع، ويكون شيء نفتخر به نحن كلنا كسعوديين في انه السعودي والشاب السعودي قادر على عمل حاجه ذات جوده عاليه جدا. من اهم عوامل نجاح العمل الخاص، اول شيء انك انت تكون واقف بنفسك على عملك، ما تعتمد على احد. ثاني شيء لازم تستمع لزباينك، لو ما تستمع لزباينك ما حتعرف عيوبك ولا حتعرف تطور نفسك. وثالث شيء لازم تكون متجدد، لا تقدم شيء تقليدي، قدم شيء جديد، شيء حماسي، خليك جريء في طرحك. رابع شيء انك انت تستفيد من كل الموارد المتاحة امامك، ابسط شيء ارقام الجوال اللي عندك، لو تطالع فيها حتلاقي اصحاب لك خبرة في التسويق، خبرة في العقار، خبرة في العلاقات العامة، لا تقدر بثمن هذه الخبرات. أنصح أي أحد يبغى يبدأ مشروع خاص إنه يكون شجاع، ما يتردد، يستعين ويستشير أصحاب الخبرة، خليك سريع ومرن في عالم الأعمال، المنافسة ما حتكون سهلة، فلازم أنت تكون دائما أسرع من منافسينك. في النهاية أتمنى لكم التوفيق، ولازم تعرفوا إن السوق فيه فرص وفرص كبيرة جدا ويستوعب الجميع، وأتمنى للجميع التوفيق في بداية أعمالهم. تأكدوا من حضور منتدى جدة الاقتصادي من 17 إلى 19 جماد الأول لمعرفة المزيد من طرق الإنماء من خلال الشباب.